انتما غتشوفوا هذا النهار تومي، يلاه جا مسكين من عند الفيتيرينير قلنا له داك العمليه ديال كاستراسيون، راه باقي مسكين مدوخ بالبنج شويه. العمليه كتكون صعيبه ولكن ما بغاش، بغيت نرجعون عند القطط في الزنقه ولكن ما قدرش يتاقلم معاهم. عاوتاني رجعت عندي للدار وانتم كتعرفوا المشاكل اللي كيوقعوا من بعد ملي ما كتقدرش تكاستري القط، كيبقى يعني يتبول في اي مكان. ودابا كيحاول يخرج. لا لا طومي، لا لا جا ماما، جا 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 طومي، غادي تطيح غادي تطيح شويه عليك. بغى يخرج باش يجلس، هو دابا مولفني. ايوا قلت لكم قضيه شويه كتكون صعيبه حيت القطط الطبيعه ديالها انها خاصها تخرج وكتزاوج، ولكن هاد باش كتحميهم يعني من الزنقه ومن هذه كتكون مضطره انك تعمل لهم العمليه ديال التعقيم، لان هذه هي الوسيله الوحيده باش كيقدروا يجلسوا، سينون غادي يبداو يتبولوا لك في اي مكان وكتولي انت في مشاكل وما في مشاكل. هما محتاجين يكونوا في جماعه ومهم يعيشوا الحياه ديالهم الطبيعيه، ولكن ماشي سهله بالنسبه لمربي القطط، ماشي سهله، مساله صعيبه شويه. وهذا النهار انا يلا جبته من عند الفيتيرينير وكنتسناو دابا يفيق من البنج، باقي شويه ضايخ دابا جالس عندي حتى مخصوش ياكل، يعني دار العمليه مع 12 النهار ما ياكل حتى 6 العشيه. دابا نوريكم واحد النوع ديال لي كروكيت، هما اللي خصهم يبقاو ياكلو، كيكونوا ناقصين في الاملاح المعدنيه وهما اللي كيناسبوهم في هذه المرحله، لان الاكل الطبيعي يعني داك الكروكيت العادي اللي فيهم الاملاح ما كتصلح لهمش، كتوقع لهم عاود مشاكل ديال احتباس البول ومشاكل في الكلي، عاود كتدخل في واحد السلسله ديال الامراض اللي ما حنا مستغنيين عليهم. فلهذا غادي نبداو نعطيو هذا الاكل هذا، ودائما المراقبه من بعد هذه العمليه، دائما المراقبه ديال الوزن ديالهم، لانهم كيبداو يغلاضوا وكيكون عندهم شهيه مفتوحه كيبداو ياكلوا بزاف، ولهذا خصك تعطيهم الاكل بواحد المقدار معين. ايوا هادشي اللي كاين، هذا هو الفيديو ديال، ما بغيتش نصور داخل الكابيني ديال الفيتيرينير لان ما كتبغيش، فحتى جبتهم للدار. ايوا ما تنساونيش من دعم القناه والاشتراك فيها وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وانتم كتشوفوا طومي دابا مسكين باقي دايخ. مع السلامه، شكرا للمشاهده.